فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص من خارج هذه البلاد أتى على كفالة إمام مسجد فقام بتوظيفه بهذه الوظيفة الأذان والإمامة نيابة عنه، فهل يجوز هذا العمل؟ وهل ما يتقاضاه هذا الإمام الأصلي مباح له؟ لا، هو مباح له، ما أدى العمل. وأيضا ممنوع أن الأجانب يؤمون في المساجد ويؤذنون فيها، والعمال ما جاءوا مؤذنين ولا جاءوا أئمة، جايين للعمل، فلا نستغلهم ونأخذ راتب المسجد ونخليهم يؤذنون نيابة عنا، هذا تلاعب بالعمل الذي توليته. نعم، هذا ممنوع نظاما وشرعا. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.